يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سجود معاذ ابن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم سجود تحية كسجود إخوة يوسف ليوسف؟ وإنما نعم سجود تحية، سجود الملائكة لآدم، سجود إخوة يوسف ليوسف، هذا سجود تحية ليس سجود عبادة، ولكن هذا نسخ في شرعنا، فلا يجوز السجود للمخلوق لا تحية ولا عبادة، السجود لله سبحانه وتعالى. نعم.